النهاردة هنشوف هنعمل تفريز الكرنب مع بعض عشان رمضان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. بيبقى الكرنب في البيت وحاجتنا في البيت بتبقى جميلة وما نستغناش عنها طبعا. ولما تجيبي كرنب لازم تجيبي الكرنبة اللي هي المبططة اللي هي كده، علشان الكرنب التاني بيبقى قلبه فاضي وما بيبقاش كويس. احنا اول حاجة بنجيب الكرنبة وبنغسلها طبعا كويس جدا وبنقطعها، بس انا النهاردة عندي تقطيعة كويسة علشان ما نهدرش من الكرنب، لان الكرنب بيطلع منه كتير قوي لما بنقطعه تقطيعة العادية. النهاردة هنقطع الكرنبة كده وكده بحيث ان هي هتبقى لنا في القلب حتة كده مربعة، هي دي الحلوة اللي احنا بنعرف نمسكها كويس. وهنقطع من الجناب طبعا علشان الكرنب ما يتهدرش مننا. تفريزات رمضان طبعا كل سنة وانتم طيبين لازم نحضر لها عشان تبقى جاهزة لينا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونجيب التانية زيها كده. اصبحنا دلوقتي ما حضرناش حاجة من الكرنبة خالص. شوف الكرنبة حاجة كويسة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم بنقطع برضو الجناب دي كده. شوف الكرنبة متهدرش منها حاجة خالص، منظرها جميل ازاي، تقطيع ممتاز جدا، ما هدرناش حاجة منها. بصوا بصوا القلب عامل ازاي، بصوا الواحدة وحدتها حاجة جميلة. انت بتاخديها على طول كده بتستعمليها في المية، ما بتطلعيش منها اي حاجة. كرومبا ما بنهدرش منها اي حاجة. عايزة برضو تقطعيها تاني كده براحتك حسب رغبتك وحسب اللي انت بتستخدميه اهي. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب ان شاء الله، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة يا رب. قطعنا الكرومبة ما طلعناش منها اي حاجة، كرومبة بحالها. جميلة جدا كرومبة اهي. نشيل بس حتة الراس دي، هي دي بس اللي هنرميها. شايفين المنظر عامل ازاي، ما طلعناش ولا حضرنا اي حاجة من الكرنب. هنعمل مية مغلية طبعا. عندنا مية مغلية، نزود المية شوية، هنحط المية ملح كده. عاوزين نحط الكرنب كده مرة واحدة، بنحطه وبنسلقه. شوف الكرنب مع بعض ازاي، ما تفكش من بعض خالص. بس الورق هو نسلق الكرنب على قد يعني ما يستوى معانا كده، ما نخلوش يستوى قوي علشان ما يتهنيش مننا.
لازم نعمل حسابنا لتحضيرات رمضان إن شاء الله في كل حاجة وفي كل جميع الخضار. واللحوم والحاجات اللي هي بنستخدمها نصفيه كده، نجيب الطبق نحطه فيه بحالها، برضو الجناب كده بحالها. ما نستعجلش عليه لما يستوي براحته، علشان لو استوى قوي بيتهري، لو سيبناه كده بيبقى جامد وما بنعرفش نلف. فلازم نشوف كده بالراحة كده على الكرنب واحنا بنستخدمه عشان ما يتهريش كمان مننا. التقطيعة دي ممتازة جدا، فحاولوا يا بنات تقطعوها كده علشان ما تهدرش منكم حاجة والكرنبة تخسر منكم. كده الكرنبة جميلة وزي ما هي، ما طلعناش منها اي حاجة، عشان كمان يبقى جاهز في رمضان نطلع ونستخدم. لما نحطه بقى في الفريزر نطلعه ونغلي مية زي دي كده ونحطه فيها. خلصنا ما فاضلش الا ديت، دي اللي في القلب. شوف طالعه حلوه ازاي. المهم ان احنا برضو ما نسويهاش قوي عشان الابيض ده بيبقى خفيف ما بيحتاجش تسويه جامده. شوف مطلعناش اي هالك منها ولا اي حاجة، كرومبا طلعناها بحالها. بس اهم شيء ان لازم تحط لها ملح عشان يحفظ الكرومبا ويديها طعم حلو. لازم نحط ملح في مية السوى علشان في مية السليق علشان يحفظها في التلاجة ويديها طعم كويس. بنجيب الكرنب بنقطعه كده حسب استخدامك في البيت. بنجيبه كده اهو، دي طبعا هنطلع منها العظمة دي. احنا بنحب التقطيع يكون صغير ما يكونش كبير. شوفي حسب رغبتك بتقطعيه ازاي. واحدة واحدة كده، الخامة عندك نظيفة طبعا. كده سهل جدا واستخدامه، هتستخدميه وهو متقطع كويس كده. لازم نعمل حاجتنا كويس علشان نعرف نستخدمها وما تترميش طبعا مننا. كده نقطعها كويس كده.
الخس الكبير قوي ده لازم ايه نقسمه اتنين كده مع بعض. والله يا بنات الحاجة سهلة جدا، حفظ الخضار ده سهل جدا ومش صعب علينا، ولازم كلنا نتعلم ازاي نفرز حاجتنا وتبقى سهلة علينا. جينا لديت بس اللي جوه كله صغير طبعا، بنشيله كده، بنشيل الصغير اللي موجود. شوفوا متقطعة ازاي وسهلة جميلة، يعني مفيهاش اي صعوبات. شفت بقى تقطيع الكرنب اسهل ما يكون ازاي، سهل جدا، لازم نتعلمه كلنا نعمل حاجتنا عشان نبقوا ستات بيوت كده كويسين في بيتنا، نعرفوا نعملوا حاجتنا كلها. بنشيل العظمه ديت كده، دي برضه نقطعها اتنين، لو عايزه تصغريهم تاني بصغريها. نجيب برضو دي كده نقطعها، كده لازم تقطع برضو اتنين. تفريز الكرنب سهل جدا مش صعب ولا حاجة. شوفوا بس الكرنبة جميلة ازاي، عايزين تقطعوها اتنين برضو قطعوها. مطلعناش منها اي حاجة مش نافعة ولا اي حاجة بايظه، كله نافع. عندنا دي برضو هنطلع القطع دي بس كده، عندنا لسه برضو ما شاء الله. شوف الكرنبة طلعت كبيرة ازاي، نصفي منها المية بس. طريقة سهلة جدا وجميلة، وان شاء الله جربوها هتعجبكم. عايزين نحفظ بقى الكرنب اللي عملناه، هنعمل ايه؟ هنجيب الاطباق الفويل كده نرص فيها كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال كده بحاله كده الواحدة بوحدتها زي ما عملناها كده. طريقة سهلة جميلة جدا، عندك قطعتيني صغيرة حطي فيها برضو كده. هنجيب الاسترتش ونكيسها كده،
نحطهم في الفريزر. على فكرة بيقعد من السنة للسنة عندنا. حاجتنا في بيتنا جميلة، ما عارفين عاملينها ازاي، مفيدة جدا. حفظ الطعام ده طبعا احنا حاطين له ملح علشان يحفظه. خلصنا الكمية. لأول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل حديث. واستنونا أيام رمضان إن شاء الله، هنعمل لكم كل حاجة قبل رمضان، تفريزات وكل حاجة، وهقوم معاكم كمان في رمضان وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قناة أكلاتي من مطبخ ناني محمد هيقدم لكم تحضير تفريز الكرومب بشكل جديد، بتقطيع جديد، بمنظر جديد، لحفظ الطعام ان شاء الله في الفريزر. استنونا ويلا بينا نشوف.